أنا بلال مناني، responsable d'organisation في Justin Foundation في بروجي اسمه Youth Act اللي يعمل على تعزيز مشاركة الشباب في مسار الدعم المركزي في تونس. البروجي هذا فينانسي بار لونيون أوروبيان. اليوم احنا نتلاقاو في اكتيفيتي اسمها كافي جونيس. الاكتيفيتي هذه سي اون رونكونتر كونفيفيال، نتلاقاو فيها شباب في بعضنا اون ترونتين دو بيرسون. اليوم الجهة اللي خدمنا معاها اللي هي جهة منوبة، رونكونتر كونفيفيال نطرحو فيها مواضيع و اهتمامات الشباب ونحاول نتناقشوها مع بعضنا ونقول كلمة وعطي كلمة هو شعار اللي كان. شنو المواضيع اللي طرحتوها اليوم؟ افكتيفمون احنا كان عندنا ثلاثة مواضيع مهمة نحكي فيها. اسونسيالمون نحكيو على الشباب وعلاقته بالمنطقة. الشباب هل هو معناتها يعتز بالانتماء للمنطقة نتاعو ويفتخر بها ولا لا؟ ورغم الافتخار والاعتزاز هذايا لأنه فما عدم رضا كبير على المشاكل والظروف نتاع المعيشة في المنطقة، دونك هذايا اللي خذينا الجزء الأولاني من الديسكسيون نتاعنا. الجزء الثاني هو في علاقة بالمشاركة نتاع الشباب في الشأن العام المحلي، الشأن العام عموما، جمعيات، مبادرات وغيره، دونك حكينا فيها شوية على المشاركة. والمحور الثالث حكينا فيه على الشباب والسلطة المحلية، بعض المفاهيم الأساسية كما ليسبونسابيليتي نتاع البلديات في معناتها في النظام القديم، في النظام الجديد، لا مركزية، الديمقراطية التشاركية، الحاجات هذيا، وشفنا الفرص والمخاطر نتاعها، وشفنا زاد كيف معناتها موتيفاسيون كبيرة عند الشباب المزيد فهم الموضوع هذايا، على عكس الكلام اللي قال يكونوا يحكيوا على عزوف الشباب ويحكيوا على يحكيوا برشا على سلبية عند الشباب، مش صحيح. هذايا في الديبان نتاعنا اليوم لقينا كونه فما موتيفاسيون كبيرة ياسر، فما معناتها عطش كبير ياسر عند الشباب أنه يزيد يفهم المفاهيم هذايا وينخرط أكثر، فما تفاعل كبير ياسر من شباب نتاع منوبة، وفما حاجة سوبرانت برشا اللي هي مدى نتاع الشعور بالافتخار والانتماء للمنطقة نتاعهم، منطقة منوبة دواهيش الدندان منوبة صنفر، وفما موتيفاسيون كبيرة ياسر أنه الشباب باش يكمل معناتها ينخرط في المشروع هذايا، مشروع يوث أكت، ويزيد معناتها يعزز المشاركة نتاعو ويحاول يساهم في تنمية المنطقة نتاعو وفي إيصال صوته كشباب في معناتها تعزيز مشاركته وتحسين ظروف المعيشية في المنطقة. اليوم ناقشنا محاور عدة في نظرة الشباب للانتماء نتاعو للحي نتاعو والمشاكل الموجودة وكيفاش يفهمها المشاكل هذيا. المحور الثاني حول كيفاش تفعيل المواطنة بالمشاركة معناتها في العمل البلدي وفي الاهتمام بكل ما يخص الحي نتاعو، والمحور الثالث حول المفاهيم الجديدة اللي جابها الدستور حول السلطة المحلية، السابع حول السلطة المحلية ولا مركزية، وحول دور الشباب الجديد في الدستور حسب الفصل الثامن. وكان فما تفاعل من الشباب؟ أكيد كان فما تفاعلات وأسئلة وملاحظات يعني مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار يعني وفتح المجال للشباب لتطوير قدراته ومنح فرص إضافية لإرفاع المشاركة حقيقية. ندعو الشباب اللي من 18 إلى 25 سنة يشاركوا في جونيس في برنامج يوث أكت باش يستفادوا برشا حكايات ياهم ما كانوش يعرفوهم، وحقوقهم باش يعرفوهم على كل وجه.